مع الطريق والدار والشقة. ويلي أحلى. وصافي دابا كي داير نتايا لاباس عليك؟ صافي الحمد لله. توحش سنة توحشتك. يلا نمشيو لهنايا. يلا رجع أسامة ولي صغير هنا بغيت نهضر معاك. أسامة بغيت ندير معاك شي حاجة ضروري. المهم أسامة البارحة كنت طالعة في هابطة فيسبوك ولقيت الوظيفة بلونسية كونكور ديال البوليس. عاوتاني نفس الموضوع أحلى. راه 5 سنين وانا تنفع بلا حاجة. والله ما كان عندك شي كود بيست والله خدمت شي في هاد البلاد. انت زعما غير تفع هاد المرة ما تعرف الخير فين كاين. واش دابا عجبك هاد الدوران في الزناقي؟ وليت هادي فرصة فين نبنيو حياتنا حتى حنايا. أفا أحلى غدا إن شاء الله نفيق في الصباح ونجمع الوريقات. وهادشي تنديرو على حساب. وعد. صافي. شي ورقات باغا ندفع واحد الكونكور ديال البوليس. والو خايب داكشي ما خدامش باش نطيح راسك في والدي. وباين هادشي غا مني صبحت عليك مش ليو. ايه الدري هو مسكين سهل على الله يعاون مولا نضارب. واه 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 تقبلت في البولي مالك. واه والوالدة وساوي فينك هاد شفت حويجاتك فينك؟ انا الوالدة يا ربي البوليس يا ربي جبتي لهم كتقول لك تا حوايج ومشينا. ايوا وليدي جبتي الحوايج بكري. الله ما حامل الوالده نفيق في هذاك الصباح. ايوا راه نبرد عليك وليدي ونلبس حوايج مزيان ونبرد عليك ونبرد عليك. ايوا وليدي خاصك اليوم تعس بكري باش تفيق بكري بحال باش تجيب لك البكر هي هذيك. صافي يا وليدي صافي. يا رب الله
والوليدة والوليدة فينك؟ واش هذا وليدي عيشة معاك؟ واش ما بغيتيش الشعير؟ زيد وليدي زيد جلس 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 يا مولاتي. راني بغيت نوليك واحد الموضوع وليدي، وراني عييت بالشقة وكتشوفي غير بوحديتي، وراني دويتك مع بنت خالتك وبغيت نزوجها لك. كيف شتيها تبارك الله زيان وكبرت العقولات، واش منك يا شقا واش منك يا حداقه. ولكن يا مولاتي راني مواعد واحد الثانية واش نبغيها؟ وهالي خفنا من وليدي هالي قالتك غادي نزوجها لك قبل ما ترجع من هاد الكوجي فهاد السيمانة. فاهميني يا مولاتي راني بغيتي ولا كرهتي بنت خالتك؟ بنت خالتك بنت خالتك ها رضاها السخط الا ديتي شي وحدة من غير بنت خالتك. صافي كلامك هو الكلام وهكاك اوليدي. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك اخويا. اخويا ويلا من فضلك انا باغي نتزوج من واحد الدريه ما حاملش راسها. وشنو درت انا خويا؟ هذاك هو المشكل. صوني عليها صاحبي الا كانت الوالده ديالك تخطب لك، صوني عليها الاخر قول لها صافي. هذاك الشيء اللي لقيتيني انت مفكر صافي صوني عليها باش ما كان المهم الخبر خاص تكون في راسك. الله يحفظك ليا. صوني عليها اخويا. سير على الله. الو اهلا فين؟ انا يلا خرجي عندي وخرجي بحوايج الدار اخر. صافي انا جايه واخا. يلا سلام مشينا. يلا مشينا. السلام عليكم. بخير ياك لاباس؟ شطنتي انا جايه بحوايج الدار ماك. بغيت نقول لك واحد جوج كلمات. قال لهم جوج كلمات دابا كي جيتي دوزتي 16 مزيان؟ مزيان. شفتي تعرفيتي بعدا ياك لاباس؟ معناتها انا راه 16. اختي بغيت نقول لك واحد جوج كلمات. اختي؟ اختي راه الوالده خطبات لي وسمحي لي. يا عمري وين راه قلبك اللي كان يبغيني ويغير؟ انسيتيني ونسيتي لشني حكمتي عليا قولي كي ندير؟ ننساك انا داشي مستحيل، نشوف خيالي انهار وليه ديما يقابلني كي راني مريه من عشقك انا والله ما نزيد. تمنيت ليام ترجع عاللور وما نبقاش عايش مقهور، ما نزيد نعشق ما نزيد نوالف، بنت النية وكان عقلي تالف، انا نستاهل وهي عمري بيدي نكوي في قلبي، يا حسرة على ليا. تمنيت ليا ترجع عاللور وما نبقاش عايش مقهور، ما نزيد عشر ما نزيد نوالف، بنت النية وكان عقلي تالف. مي هانعم مي تبارك الله. شوف الروينة اللي خليتي لي، شوف الروينة وخرجتي تدوري. مي صافي انا باحثة من الدراجة راه معنا. يلا اش بغيتي؟ مي ها مي كم مي بنت تعاود غير امها ما عندها ما يتعاود من غير امها. ايه مي انا بغيت نقول لك شي حاجة. هي هانا تنسمع بلاتي. موي تتعرفين قلت فاطمة هيك أموي ها؟ موي بعد ما نخبي لك 5 سنين وأنا موي تنعرفو اليوم أخوة بيا. والله أموي راه دابا أنا موي سبابو تخدم أموي أنا سبابو. قلت الحرام موي قلت الحرام ما قلتيش ليا هادشي. أموي راه اليوم جا عندي أموي قال لي أموي خطبت ليا أموي. بغيتك ضروري أخويا. مرحبا أخويا. بغيتك تمشي معايا واحد الخطبة. نخطب واحد والي صافي خطبتك الوالده ديالك. صافي نمشي معاك. صافي غدا اخويا. صافي غدا انا الله يحفظك. شنو ندير امي شنو ندير امي؟ انا ما عندي ما نمشي كامل غير كامل. واش داك تعرفي عليا؟ واش نقول لك بعدي على ولاد هنا؟ واش نقول لك بعدي على ولاد هنا؟ صافي صافي صافي. يا امي اختي هاد العام هاد القمح هذا موسخ. واحد بنتك قصت بين ليا ياك لاباس؟ هي فكرتيني سكتي اختي. بقات تاكل ليا ما بقات تشرب ما بقات تلعس كيف كانت ما عرفت اختي مالها. يا ويلي يا اختي ياك ما تكون مخطيه لك شي حاجه راه هادشي كثير ليا مات. وما نعرف اختي. ويلا عندك يا اختي شي حاجه اعطيني ليا.
وسمعي ليا غنقول لك واحد السر وسرنا يبقى كبير. يا ويلي اختي واش مازال ما تتقاش فيا؟ عندنا اختي العيالات هضره. شوفي راه قال ليا كاين واحد الفقي ساكن في العويجات يا اختي دق بطله كيجمد الماء. زربي اختي سربي معايا هادشي نحيدو باش نمشي نطلب الدريه دغيا. ايوا اختي ربي عوين اش غنقول لك. الله يلا خير السينا راني حشمه راه زيد صاحبي اليوم نفرقوا. ويلي ويلي انا فاش كنت من الخطوه كنحشم فيها الناس. زيد وليدي زيد زيد تبارك الله الزيت. هذا اللي دار صوت ديال الموضق مشينا اليوم حنا جينا اليوم هذاك الحرام ما قال لنا خايفه. فين سليمه رجال الجواد فينكم يا الجنون خدامين معايا فينكم؟ فينك يا الجل الاحمر؟ فينك يا الجل الاصفر؟ انا تابعك كيف ما تابع الكلب العمى في الظلمه. هادي هي الدار اللي قالت لي صاحبتي. واش متاكده ولا ما متاكده؟ يا هادي زيد ما عرفت امي شكون؟ لا 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 سلمي على خالتك. زيد هذه انت تبارك الله صحت عليك. كي دايره لاباس عليك؟ ديرتي يا بنتي. امشي امشي يا خالتي امشي. ياك لاباس الشريفيه؟ الشريف كي سيدي بغوينه. واش خديتي شي موعد لالا ولا غاجيه؟ لا وليدي وليني راه حنا جينا من بعيد وراك عارف الطريقه وليدي. واه عرفتي اش غديري؟ الا جيت شو بعاد غادي ندخل نشوف سيدي بغوينه نقول له هاد الهضره ونشوف اش غايقول لي. واخا واخا الشريف. سيدي بغوينة مالك ابو جل؟ واش العيال الشمجاو عندك سيدي بغوينه بلا موعد؟ راهم بعاد والله العظيم راه بقات فيه واحد الشريفيه بانت لي عندها شي مشكله. عاشوف كيف دير لها سير دخلهم مسير على ود الجل الصفر اللي ضحك ليا اليوم سير دخلهم. سير يا الشريفيه راه سيدي بعوينه مفرحين وشي جواد اليوم جيتو عندي انا. زيد لي زيد الشريفيه وقفي تما ما تحركي وقفي تما. زيد الشريفية زيد الشريفية مال العيال اش مو جاب صافي بورجل طرحي يلا سير بدي شي تيغرات الى عندك. هي ما تمشيش في دبوين. مرحبا لالا مرحبا 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 زيد يا لالا زيد زيد اش حب الخاطر يا بنتي. اختي راه زوينه في هادشي قلنا لك غادي نجيو الخطوبه بنتك بورجرا وتبقى الى وافقات. صافي دابا نقرا الفاتحه قصد الله جبت لك بنيتي. مرحبا لالا لبنيتك هادي؟ ياه سي فقيه. الشريفيه تنصحكم خواتات كتبي غير هذاك تقضى يدك بنتي ما تلعديش وطلبي التسليم.
عاودي تسليم. تسليم. عاودي تسليم. تسليم. يا بنتي سعدك سعد وعدك وعد. عندك قبيلة ديال العديان. إن شاء الله بنتي غادي نخلي لك حتى واحد من هذوك العديان. وتسليم يا لالة طبو تسليم. تسليم تسليم. يا شمهاروش يا شمهاروش. هادي يا لالة ولا هادا؟ غادي يبان دابا على أربعة لالة. الأولى شرع والثانية شرع والثالثة شرع. وهادي يا لالة اللي واقفة لك في عودك مرا. مرا لالة ما نقول لك بيضة ما نقول لك سمرة. تسليم يا لالة طلبوا تسليم. ها هو طلع من الجواد الوالة. سعدك يا لالة طويل. وراه واقف على طبلة المخزن. وراه ربي ما عاديش يخيبو على النية اللي فيه. ومو هي سبابه في داكشي اللي تيدير كامل. مو هي اللي بغات تخرجو عليك بنتي. هو باغيك من قلبه الخالص. ومو واقفة ليه في الطريق يا العلام. واش نردو ليها ولا نزحفو ولا نسطيه؟ سطيها سي القيس. سطيها سي القيس. نسطيها لالا نسطيه. سطيه. سطيه واحد السطيه اللي ما عمر شي مسطيت سطا بحال ديك السطيه. دلو الواراتها. هادي التفوسيخة ديال مولاي عبد القادر الجيلاني. زغب الفار لي تيم. دير لك شوية قلة وبسيميتها. وهذا لسان الطير هذا. هذا لسان الطير. غادي ندير لك من لسان الطير وعادي ندير لك من كل شيء يا لالا. من لسان الفكر ولا لالا. غادي ندير لك مخ ضبع. باش يبقى غادي بحال الحمار اللي ما تيشوفش وراه. غرضك تقدر تشري فيا. ومن هنا لسيمانة عادي تردي عليا الخبار. عطيني لي دليمنا لالا. هاد البركة عادي تدفنيها في الروضة المنسية. فين هنا من هنا؟ هنا؟ أمي حدا تعجبك مخ واحد. سيري سيري ما تخافيش. Thank you.